مباراة مولديتش الجزائر وأولمبي شلف في الجولة التالية والتلاتون من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف للمباراة ملعب استاد محمد بن زايد بشلف. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والسادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساء بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات النقلية للمباراة، قناة الجزائر الأولى الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجزائر الكل لكي يترك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.